طبعا احنا في المحاضرة الماضية وقفنا عند المايكروستريب كاركترز. اذا احنا لازم نلاحظ المايكروستريب هو عبارة عن انا في عندي هذا الجراوند بلينز، هياته هذا هو الجراوند بلينز، هاي الثيكنس تاعها، هي هذه هياتها هاي ground planes. هذا هون ايش عندي؟ الكندكتر ماتيريالز، هذا هون كندكتر ماتيريالز، هيها هذه اللي بالاسود، هذه الكندكتر ماتيريالز. اذا هو له ground plane وحده، ground plane وحده، اوكي. فاذا عندي انا هون بكون لاحظ الفيلدز، هذا الاي فيلد، هاي الخطوط هذه. شوف هون انا عندي لو نجي نطلع هذا الثيكنس تاع اللي هو سمك الطبقه اللي هو العازل جراوند بلين، هذا الويدث تاع الكندكتر اللي هو هذا هيو، وهذا اللي هو ال دايلكتريك كونستانت تاع الماده العازله اللي موجوده عندي. لاحظ كيف توزيع الفيلد، الالكتريك فيلدز والماجنتيك فيلدز، اللاينز تاعتها كيف. هذا اللي هذا هنا الكتريك فيلد، هاي الماجنتيك اللي هو بكون سراوندينج الكندكتر، كوندكتنج ماتيريال، هاي حواليه بشكل دائري. هذا ايش؟ هذا الالكتريك، هذا الماجنتيك فيلد الالكتريك. هذا لاحظ هون ايش؟ انه هون انا عندي الابسلون، هون انا عندي ابسلون، هون انا عندي هون ابسلون، معلش هيك هذا قدر اللي بقدر، هذه ابسلون، ار هذه للماده، هذا هون ايش؟ الهواء، اوكي. اذا هذه الهواء انا عندي هون مادتين اللي هو ايش؟ الاير فيلد. اذا لاحظ ايش انا عندي هون؟ عندي بتوزع ما بين التو ميديم، ما بين الجراوند هون بلين وما بين الاير فيلد عندي هون. فاذا انا عندي هون راح يكون في عندي شيء اسمه ابسلون افكتيف، اللي هو ايش؟ اللي هو بكون اكبر او اصغر، راح نشوفه الاي اكبر من ابسلون ار واصغر من واحد. اذا لانه هون ابسلون هذه هون عندي هذه ايكوال واحد، هذه ايكوال في لها قيمه، هاي في لها قيمه موجوده، اوكي. فاذا راح يتوزع ما بينهن. اذا في شيء اسمه هون راح نشوفه اللي هو ابسلون افكتيف، هاي ابسلون افكتيف. ماشي خلينا نشوف. ان فلات ستريب اوف كوندكتنج ماتيريال سيبريتد فروم ذا سنجل جراوند بلين باي دايلكتريك ماتيريال، اذا نفس الستريب لاين ولكن ما في عندي اللي هو two ground planes وإنما single ground plane بنفصل بمادة عازلة. شوف عندي هون إنها homogeneous dielectric microstrip geometry analog along with the fact that the quasi static modes اللي هو شبه ساكن is a hybrid mode complicates the analysis of microstrip geometry. However, if the mode
is truly quasi-static, then we should be able to accurately approximate the phase velocity and phase constant of the propagating waves for a microstrip using the standard TEM equations with an effective, effective dielectric constant epsilon E. إذن إحنا هنا إيش؟ إنه هو عبارة عن شبه ساكن في الواقع يعتبر هو عبارة عن شبه ساكن ولكن بقدر بشكل تقريبي إنه نقدر نشوف بشكل المعادلات بشكل تقريبي للفيز فيلسيتي والفيز كونستانت للبروباجيتنج ويف المايكروستريب باستخدام اللي هو ايش TEM equations. اذا عند ال VP ايش يساوي 1 على ايبسلون ميو ايبسلون نوت في الافكتيف لانه انا ما عندي ايبسلون ار ليش؟ لانه ايبسلون افكتيف طلع اكبر من 1 هذه ايبسلون ار في الهواء وأصغر من إبسلون آر اللي هي وين موجودة؟ موجودة في الدايلكتريك كونستانتون هيها تعطي الدايلكتريك كونستانت إذا الإفكتيف راح تكون اللي هو الدايلكتريك كونستانت النسبي عندي هنا الفعال اللي راح يكون إذا ويساوي سي على جذر إي إفكتيف فيرست كونستانت كونه تي أم مود ما فيش كاتوف ويف نمبر إذا بيتا هي كي اما لما عندي كاتوف للتي اي والتي اتش والتي ام بكون بيتا لا تساوي كي وتساوي اوميجا جذر ابسلون في الفري سبيس وهنا افكتيف وتساوي كي جذر افكتيف هذه الفيز كونستانت او الفيز او الويف نمبر حكينا احنا الويف نمبر الكي لها طبيعه بيتا وال طبيعة بيدا في التعامل وتورينا عدد اللي هو الموجات ايش الموجودة عندي. اوكي هنا where the effective dielectric constant depends on the microstrip substrate thickness D and the conductor width V. اذا هذا بيعتمد على اللي هو الافكتيف dielectric constant بيعتمد على في المايكروستريب على الطبقة اللي هي العازل الطبقة السفلية substrates طبقة العازل السفلية على الثيكنس تاعها اللي هو دي والويت أكيد نيجي نتطلع وين هو هاي هسا بيجي القانون هاي معتمد على دي ومعتمد على دبليو هاي الإفكتيف إذن معتمد عليهم وهذا الإبسلون آر تاعت المادة العازلة الواحد هذا اللي هي في الفري سبيس هاي خلص معروفة اوكي طيب نرجع هون ساينز سم ذا فيلد لاينز ار ان ذا دايلكتريك ريجن اند سم ار ان اير حكينا ذا افكتيف دايلكتريك كونستانت سيستيفايز ذا ريليشن اذا احنا حكينا ايش انه جزء منه في الهواء وجزء في الدايلكتريك كونستانت في الدايلكتريك ماتيريال اوكي بتوزع اذا The fact that the effective dielectric constant lies between the of air and the dielectric means that the effective dielectric constant depends on how much of the propagating modes field lie within the dielectric and air regions. بيعتمد على أي مود قاعد بنتشر في داخل اللي هو dielectric والهواء regions. The effective dielectric constant approximately هذه هي الإفكتيف للمايكروستريب اللي هو dielectric اللي هو effective dielectric constant. Then the characteristic impedance of the microstrip may be written as هاي الكاركترستيك امبيدنس يا اما تساوي هذا او تساوي هذا الحد امتى تساوي هذا وامتى هذا حسب علاقه ايش علاقه الدبليو الويدث
للمادة conducting material لا الثيكنيس تاع المادة دايركتريك جراوند بلين. إذا كانت بقسمين على بعض أصغر أو يساوي واحد إذا كاركترستيك امبيدنس تساوي القانون هذا. أما إذا كانت أكبر وتساوي واحد إذا زد كاركترستيك امبيدنس تساوي القانون هذا اللي تحت. أوكي؟ يعني واحد منهم. For a given characteristic impedance and dielectric constant R and W width ratio can be found as. إذا هذا طب هذول أصغر من واحد أو أكبر من واحد عشان أقدر أحسب الكاركترستيك امبيدنس. من وين بدي من هون هاي؟ هسا هذا شو كيف بدي أشوفها أصغر أو تساوي واحد؟ أكبر تساوي واحد هاي. W على D تساوي هذا الحد إذا كان W على D أصغر من اثنين. بعدين بنشوف كيف. وتساوي الحد هذا إذا كانت تساوي W على M. A هذا كونستانت، B هنا كونستانت. هاين بحسبين A بحسبها بالقانون هاف، B بحسبها بالقانون هاف. أوكي طيب هنا إيش؟ إحنا هنا بدنا نفرض. طب أنا W طب أنا أفرض بدي أحسب الود. لو أعطاني الود ثيكنس خلص عادي بقسمين أصغر من اثنين بعرف إنه هذا يساوي أصغر من اثنين. طب كيف بدي أعرف إنه هذا يساوي أصغر من اثنين؟ طب ماني عارف إذا أنا عارف النتيجة هذه ليش بدي أحسبها؟ إذا أنا بفرض إنه بدي أعتبر أول شيء إنه W على اثنين أصغر من اثنين وبستخدمها. أو بفرض الفرض الثاني. الفرض الثاني بفرضه اللي هو إيش؟ W على دي أكبر أو يساوي اثنين وبوجده من هون، بوجد الودث من هون. أوكي؟ فإذا نشوف هذول الكونستانت اللي حسب إذا اخترت القانون الأول أو الثاني. لما نشوف الإكزامبلز ببينهم. هسا الأتنويشن، أتنويشن كونستانت ديو كوندكتر لوز إن ذا مايكروستريب جيومتري. إذا ألفا سي تساوي ار اس على زد دبليو. ار اس اللي هو سيرفيس ريزيستيفيتي اوف ذا كوندكتر. هذا للكوندكتر لوز. لانه الفا تساوي الفا سي زائد الفا دي. هيك احنا بنعرف. اوكي؟ اوكي. بنيجي هون. الاتنيوشن كونستانت للدايلكتريك لوز. اذا للدايلكتريك لوز يساوي هذه ايش؟ تان لوز تانجنت. تانجنت لوز هذه. اوكي؟ اذا بقدر احسب الالفا دي للمايكروستريب بالقانون هذا اللي موجود عندي. اوكي. نيجي نشوف examples. example 3-1 على strip line. يقول لك find the width. اها width W بده خلاص الwidth for a 50 ohm copper strip line conductor. اذا strip line 50 characteristic impedance. اوكي زد نوت هو مرات ما بقول لك كاركترستيك امبيدنس بقول لك 50 اوم كوبر ستريب لاين كوندكتر سيلفر ستريب لاين كوندكتر خلاص بعرف انه نوع الكوندكتر اللي الموجود اللي استخدم اللي هو سيلفر جولد الومنيوم والكاركترستيك امبيدنس زد نوت له 50 اوم هيك مرات تذكر with P تساوي 0.32 سنتيمتر هذا thickness تاعهم and epsilon R 2.20 dielectric constant if dielectric loose tangent هذه ايش tan sigma هيها هاي loose tangent
واحد بالألف. And operating frequency is 10 جيجا. الفريكوانسي هذه 10 جيجا هيرتز. Calculate the attenuation in dB lambda per lambda. Assume the conductor thickness is 1% millimeter. سمك هذه سمك المادة بتاعت الكندكتر سمكها تي. اوكي اذا اول شيء احنا راح نستخدم بدنا نشوف القوانين. اول شيء بدي اشوف انه انا حسب القوانين تاعت الستريب لاين هل عندي دبليو بده بي بي. انا عندي القوانين موجوده في الستريب لاين. وين الستريب لاين؟ هاي هسه دبليو انا عندي هاي دبليو على بي بده ويث. الويث هيو هسه هل تساوي هذا القانون ولا تساوي هذا؟ بدي احسب هذه. هاي انا عندي اعطاني هذه 2.20 ضرب 50. اذا طلعت اقل من 120 اذا دبليو على بي تساوي القانون هذا. تساوي القانون هذا اذا كانت اوكي. اوكي فاذا نيجي نشوف نرجع للاكزامبل عندي. اذا هاي اول شيء بدي اشوف أنا أول شيء هنا بدي أشوف إيش اللي عندي. إبسلون آر جذر إبسلون آر قديش؟ 2.2 ضرب زد نوت 50 طلعت قديش؟ 74.2 أصغر من 120. إذا دبليو على بي تساوي سميناها اكس 30 باي على جذر ابسلون زد نوت ناقص 0.441 هيها لانها اصغر وتساوي ايش؟ 8 بالعشرة. اوكي اذا انا عندي ايش؟ عندي دبليو على بي يساوي هذا. هذا انا احنا سميناه اكس القانون عشان ما نضلش نكتبه. إذا أنا عندي هون إيش؟ طلع هاي دبليو على بي تساوي إكس. إكس إيش؟ اللي هو القانون هذا. هاي هذا القانون سميته إكس. هو إيش بده؟ الويدث. إذا هذا يؤدي إلى دبليو تساوي بي اكس. بي في اكس. هاي. اوكي. اذا طلع هون. لأنه عند أصغر من 20 W على P تساوي 30 باي على جذر إبسلون R زد نوت ماينس 0.441 تساوي إيش؟ X هيها هذا الناتج هيها X. إذن أنا بدي W W على P تساوي X. إذن W تساوي B في X هيها X. هذه اكس اللي هي هذه هون هاي. هاي بي هاي بي كل هذا يساوي 0.266 سنتيمتر. هذا ايش؟
W هاي. خلص وجدتن. أوكي. هسا أنا بدي أوجد إيش؟ قال لك الأتنيويشن، أتنيويشن ألفا دي بلس ألفا سي. أنا عندي قانون الأتنيويشن هيو. قبل الخطوة هذه هاي بكتب القانون، هاي القانون. هذا القانون بكتبه أول شيء قبله هاي، ها هاي هون. بكتبه في اللوز تانجنت هيو عندي. واحد بالألف. خلص إذا بظل عندي إيش الويف نمبر بدي أوجد. الويف نمبر يساوي 2 باي اف اللي هي أوميجا. جذر إبسلون آر على سي. الأف هي تساوي 10. إبسلون آر تساوي 2.20 على سي سرعة الضوء ويساوي 310.6 ريسبريكال مترز. وحدة قياس الويف نمبر. ريسبريكال مترز هذه. بالمتر ريسبريكالز مترز. خلص وجدتها بعوضها هون، بعوض تانجنت لوز. اذا الفا دي تساوي 1/10 نبرة بير مترز. اوكي هسا ايش انا عندي؟ بدي اوجد الفا سي. الفا سي اوكي كل شيء موجود. انا عندي البي موجوده قيمتها، التي موجوده، الاي بدي اوجدها. هيها في لها قانون الاي بوجدها كونستانت. الزد موجوده، ابسلون ار موجوده، ار اس مش موجوده. فاذا بوجدها بالقانون تاعها الخاص فيها، او اذا بتكون هو معطيني ذا ريزيستنس، ذا سيرفيس ريزيستنس اوف كوبر ات 10 جيجا هرتز از. مرات بكون معطيك اياه في جدول، مرات بكون مش معطيك اياه بتطبق القانون تاعها. اوكي بوجدها وبعوض القيم هذه كلها هون بتطلع ايش؟ هذه عباره عن اللي هو الفا سي. الاي من وين؟ هاي الاي. الاي في لها القانون، ارجع للجداول. اذا الفا تساوي الفا دي بلس الفا سي، بجمع الحلين تطلع 0.277. طب هذه بدي احولها لدي بي. الفا بالدي بي اذا 20 لوج اكسبونينشال الالفا، الاكسبونينشال هذه بتحول بصير 2.41 دي بي بير مترز. دي بي بير مترز. طيب هو ايش هون حكى في السؤال؟ كالكوليت اتنيويشن وجدنا هيو بالدي بي. ان دي بي بير لامدا. بير لامدا يعني بدي اضرب الاتنيويشن الفا بالدي بي ضرب اللامدا. فاذا ايش انا عندي؟ لازم اوجد اللامدا. شايف من وين؟ من اليونت. هو ما قال لي انا مش لازمته، لكن من اليونت عرفت انه لازمني لامدا. فاذا باجي لللامدا هون سي على جذر ابسلون ار اف عند 10 جيجا هرتز تطلع 2.02 سنتيمتر. اتنيويشن ويف لينث از اتنيويشن في الدي بي. هسه هذه دي بي، هاي بالدي بي. بير لامدا هذه لامدا حولتها لمتر. اذا الناتج بضربهن، الناتج تاعهن هو دي بي بير لامدا. هيك لما يقول لك دي بي بير لامدا بالنسبه للطول الموجي. اوكي هيك بحله. اوكي نيجي نشوف هذا اكزامبل. طبعا هذا الاكزامبل من الكتاب، بتقدر تشوف اكزامبلز ثانيه من البروبلمز تاعت الكتاب. شوف عندي هون كالكوليت ذا ويث اوف ذا اند لينث، الويث اند لينث اوف مايكروستريب ال length طوله ماشي lines for 50 ohm z not characteristic impedance and at 90 درجة phase shift phi 90 at 2.5 gigahertz الفريكوانسي f 2.5
The substrate thickness is D تساوي هذا D سمك الطبقة العازلة سنتيمتر epsilon R 2.20. إذا أول شيء أنا عندي إذا the first find V على D W على D for Z تساوي 50 أوم. أول شيء راح أفرض إنه W على D أكبر من 2. بوجد قيمة B هيو أول شيء بدي أفرض إنها W أكبر من B أكبر دفرض W على D أكبر من 2 إذا هنا كل شيء موجود عندي بدي أفرض أوجد قيمة B من هون بوجدها بعوضها هون تطلع عندي هاي أول شيء راح أفرضها هيك أنا بدي أفرض من عندي هو إذا ما لأنه ما حكى لي لكن لو حكى لي خلاص بتقيد فيه بفرضها إذا B تساوي كذا W على D تساوي 3.081 otherwise بقدر إيش أستخدم ألفا دي على أصغر من 2 بقدر أستخدم هذه كمان هاي هذه الإكسبريشن اللي هي هذه اللي هي هذه W على D تساوي هذه بوجد قيمة A وبعوضها بتطلع القيمة أوكي هذا هوم وورك هذا هوم وورك تستخدم لي تستخدم W هذا القانون هذه هون هاي راح أكتب لك عليها هذه راح أغير لك لونها هوم وورك هاي هيك هوم وورك عشان تشوفها ما تقول شو هذا الرمز لما تشوفها هوم وورك هذه هوم وورك بتحل لي اياها بالطريقه هذه هاي تستخدم القانون انا استخدمت ايش دبليو اكبر دبليو على دي اكبر من 2 اذا دبليو طلعت ايش تساوي 3 بوينت هاي بحولها بدي دبليو دي بنقلها على الطرف الثاني بتصير 3.081 في دي دي موجوده عندي هياتها بوينت 1 بتطلع عباره عن دوت او 391 سنتيمتر. The effective dielectric constant is effective هنا انا بدي ايش؟ ابسلون اي لانه انا البيتا ال تساوي انا عندي البيتا هذه بيتا بيتا تساوي في ال اذا في عندي جذر ابسلون هون إبسلون إفكتيف في الميكروستريب لأنه أكبر من واحد وأصغر من إبسلون آر بوجدها بالقانون هذا وين القانون الإبسلون؟ هاي بهذا القانون بوجد إبسلون عشان أعوضها هون وجدتها هسه إيش أنا عندي؟ عندي أنا إيش؟ فاي تساوي 90 وتساوي بيتا ال وتساوي جذر ابسلون افكتيف كي نوت ال انا ايش بدي ال اذا ال شو تساوي تساوي فاي على جذر ابسلون هياتها فاي على الجذر هياتها هذه هون اذا هون ايش انا عندي كالتالي ال تساوي 90 هسه انا بدي احولها ايش؟ لراديان اذا الدرجه فيه باي على 180 90 هاي درجه لما بدي اياها بالراديان بتصير 90 في باي على 180 هذه تحولت هيك لراديان صارت 90 بالراديان تحول بالراديان على بعوض قيمة إبسلون ك هاي ك تساوي 2 باي اف على سي اف قديش حكينا 2.5 جيجا هرتز بعوضها بتطلع 52 بعوض قيمة ك هون والإبسلون هاي الإبسلون 1.78 تطلع في الآخر ال تساوي 2.19 سنتيمتر
هيك بكون ايش انا وجدت؟ اللي هو الويدث واللينث تاع المايكروستريب لاين. هيك بكون خلصنا جزء 3-3 اللي هو ستريب لاين والمايكروستريب. هاي اكزامبل عليه واكزامبل على المايكروستريب والستريب لاين. اوكي هسه هون هذا لا تنسوا هذا هوم وورك، هذا راح ارفع لكم اياه لو صفحه 26 انه نفس المثال هذا بدك تستخدم لما دبليو على دي اصغر من 2. هذا هوم وورك. اوكي في اي سؤال عليه هذا هون؟ لا تمام دكتور. هون كله مفهوم؟ فيش اي سؤال عليه؟ لا لا دكتور عادي. اوكي طيب